خطوات بسيطة بتفصل بين الأمل واليأس. لحظات كتير بينتهي فيها أصدقائنا من زاوية الإرادة، زاوية العقل، لحظات من اليأس، لكن بقوة إرادتهم وعزيمتهم وبتحديهم لكل صعب بيتخطوا كل الأعقاب وبيكسروا كل القيود. إرادة قوية وعزيمة وإصرار بيتحدوا كل صعب. أحد أصدقائنا من زاوية الإرادة أصيبت بشلل الأطفال، رغم إعاقتها وضعف ساقيها، إلا أنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتحاول تتحدى كل الأعقاب وكل الصعاب.